مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور أشرف عزمي أهلا وسهلا أهلا بيك. وسهلا بيك. أهلا أنا وسهلا. عارف أنك حابب تبدأ حلقتنا بكلمة خاصة طبعا في بداية الحلقة حابب أوجه كلمة للكنيسة المصرية وحابب أوجه كلمة أيضا للشعب المسيحي كله في مصر كلمة تعزية كلمة تعزية لكل اسره فقدت عزيز عليها في الاحداث يوم الاحد الماضي سواء في اسكندريه او في طنطا وكمان بنصلي من اجل القلوب والضمائر التي اعمى ابليس ضمائرهم وقلوبهم وملا قلوبهم بالبغضه والكراهيه هذه التعاليم التي لا يمكن ان توصف الا انها تعاليم شيطانيه لان ابليس وحده هو الذي يقتل ويذبح ويهلك اما الله فيحب ويرحم ويغفر نصلي من الرب الحي ان يعطي للكنيسه المصريه قوه ونعمه وان تكون هذه الاحداث يحولها الى مجده والى خيره فنحن نعلم جيدا ان الرب يستطيع ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة احنا بنصلي لأجل كل الأسرة الأسر اللي أصيبت والأسر اللي فقدت عزيز عليها وكمان بنصلي لأجل كنيسة وكقناة الحياة وكبرنامج عبر الكتاب نحن نشاطركم الأحزان ونشارككم في هذه الأحزان وهذه الظروف الصعبة لكن كمان ثقتنا في الرب أنه وحده يستطيع أن يعزي ويستطيع أيضا أن يبارككم ويجعل من هذه الآلام والمعاناة التي تكتزون فيها سبب بركه ومجد لاسمه في كنيسته المصريه امين امين يا اسيس اشرف بشكرك جدا وانا ب... بتحد معاك في صلاتك وطلبتك ومن اجل كل نفس متالمه ومن اجل كل مجروح ومن اجل كل اسره فقدت عزيز عليها قد ايه الجرح كبير وقد ايه الوجع قوي بس نثق ان الروح القدس يقدر يزور كل نفس امين ويرسل يا. لها سلام خاص امين امين في اسم يسوع واحنا كمان يعني في اسبوع الالام طبعا يا نفس ال في نكتاز في الالام نكتاز في نفس الاحداث ليست كالام الرب يسوع لانه لا توجد الام مثل الام الرب يسوع لكن من اجله نمات كل, كل النهار, النهار. آه. كل سنه وانت طيب يا وانت طيب انا م. عارف انه احنا في عيد اه اكيد بس الظرف كان مؤثر أكيد على نفوس مم. كتير في بداية وقت بنحتفل فيه ولكن يعني خلينا ندخل في حلقة اليوم إحنا قدام الصليب وداخلين على أيام مهمة جداً بنتذكر فيها الألام والصليب وبنتذكر فيها محبة الله لنا لأن كل ده بيبان فيه محبة الله كل مراحل الرب يسوع على الأرض كانت بتعلن عن محبة الله لكن إحنا قدام أهم حدث في تاريخ طبعا انجاز التعبير م -م. مش بس في العهد الجديد او القديم احنا في التاريخ كله قدام دي حقيقة. اهم حدث حقيقه, دي حقيقة. موت المسيح حابب حضرتك تستعرض لنا في البدايه حقيقه موت المسيح موت المسيح موت الرب يسوع لكل المجد في الكتاب المقدس هو حقيقه مركزيه بل محوريه م -م. في العهد الجديد وفي نبوات العهد م -م. القديم يعني آه لو جينا للأناجيل الأربعة مثلا أو جينا العهد الجديد مثلا العهد الجديد بيحتوي على 185 آه ذكر لصلب آه المسيح وموت 175 آه مرة ذكر موت وصلب المسيح في آيات متفرقة في العهد الجديد جديد. ولو جينا للأربع نجيل الأربع نجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا البشائر, البشائر. بنجد انه 40% من نسبة الاناجيل مركز حول الاسبوع الاخير يعني مثلا لو خدت يوحنا يوحنا نصه بالكامل مخصص للاسبوع الاخير ده من يوحنا 12 كويس لحد الاخر اتكلمنا عن اسبوع الالام وعن اللي حصل مع الرب يسوع فحقيقة موت المسيح وحقيقة صلبه هي حقيقة محورية أساسية لأنه فهمنا كمان يعني يعني إيماننا المسيحي بيعتمد على فهمنا لماذا مات المسيح. م. يعني فهمي لموت المسيح وإدراكي لعمل المسيح هو اللي بيفهمني الإيمان المسيحي. والصليب زي ما نقول هو قلب الإنجيل الذي بدونه يصبح الإيمان المسيحي جسد بلا روح، يعني أنت لو نزعت الصليب من الإيمان المسيحي صار عندك جسد لكنه بلا روح. يعني وده دي ده اللي بيميز الايمان المسيحي ان الايمان المسيحي او الانجيل نقدر نلخصه في اربع عبارات. كويس؟ العباره الاولى ان المسيح مات بحسب الكتب والبرهان على انه مات انه دفن. م. يعني اللي بياكد لي على انه مات انه دفن. والحقيقه الثالثه ان المسيح قام في اليوم الثالث بحسب الكتب والبرهان على قيامته انه ظهر لكثيرين. فدول أربع حقائق مهمين جدًا، حقيقة موت المسيح ودفنه، وحقيقة قيامة المسيح وظهوره، دي الحقائق الأساسية اللي بيبنى عليها كل الإيمان المسيحي آه وإعلان الله في العهد الجديد من خلال يسوع المسيح. رائع جدًا. آه في أقاويل كتير حوالين حقيقة وجوده، وحقيقة آه شخصيته نفسها. م. يعني بيقول البعض إنه كان موت المسيح ده حدث بالصدفه آه. حدث ما هوش كان يعرفه م. وتفاجئ به مع أنه كلنا نعرف انه في ايات عديده جدا بتقول على لسان الرب يسوع نفسه بيقول انه آه. هيحصل بالترتيب الالام وال آه. وهدفن وهقوم من بعد ثلاث ايام. أو طبعا ده ادعاء موجود، الدعاء بيقول لك انه يعني آه المسيح مسكين آه وجه باليهود وبالكتبه وبالفريسيين وبالشعب وبالرومان ومات زي م. اي واحد عادي آه آه الناس آه يعني لا رفضته يعني لا حول له, له و... ولا قوه هو نفسه لقى نفسه في الموقف وبعدين بقى جت الكنيسه فيما بعد فعلشان تمجد هذا الـ الـ الشخص فعملت من موته قصه انه بقى مات من اجل خطايانا وانه مات مش عارف ايه ولكن هو في الحقيقه مات يعني مات صدفه مات غصب عنه يعني مات لانه لانه اليهود قرروا انه يموت فمات فموت المسيح ليس له معنى او بعد فدائي وخلاصي زي ما احنا بنتكلم عنه لكن هو هل هو اتكلم عن موته هل جميل نيجي بقى للرد على الاعتراض الرد ده في في ده في جزئين في اول حاجه نتكلم عن المسيح تكلم عن موته مرات ومرات كويس طيب. والحاجه الثانيه ان المسيح كان متحكم في الاحداث المتعلقه بحياته كلها وهو على الارض يعني وعشان كده لازم نبص على الحاجتين دول مع بعض أه. أول واحدة المسيح تكلم عن موته مرات ومرات. مفيش حد لنا أنا ولا أنت أو أي إنسان يستطيع أن يتحدث عن موته وعن طريقة موته وعن الأسلوب اللي هيموت بيه وعن اللحظة اللي هيموت فيها وعن الناس هتعمل معاه لأنه لما محدش يعرف ده ذكر كم يوم هيبقى بالزبط بالظبط آه. فلما فل نيجي للأناجيل الأربعة نجد أنه المسيح تكلم عن موته كتير جدا مثلا يقول في متى 16 من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من شيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم ايه الثالث يموت يعني هو عارف انه لازم يرو... يموت في اورشليم كويس يقوم في اورشليم يقوم في اليوم التالي يبقى هو عارف أنه لابد ان يروح لاورشليم ليه لانه ده المكان اللي هيموت فيه انا وانت او اي انسان ما يعرفش هيموت فيه يعني حدد المكان حدد المكان حاجة تانية طريقة المعاملة اليهود ليه يتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتب يبقى في ألام في عذاب ومن مين ومن مين بالظبط الألام والعذاب دي هواجهة وبعدين هذه الألام والعذاب هتكلل بالموت بالموت كويس وبعدين بعد تلات أيام هيقوم في اليوم الثالث يقوم يعني هو هو عارف حدد المكان وحدد اللي هي الاشخاص وحدد الـ الـ الموت هيكون لمده قد ايه وحدد بعد كام يوم هيقوم, هيقوم من ايه الموت من القيامه ف يعني كل التفاصيل فيها ده مش مره بس آه. يعني احنا لو جينا لحاجات كتيره يقول مثلا في مات عشرين كما ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم كويس أنا ما جيتش علشان أقعد وأخدم، ما جيتش علشان الناس تقعد تخدمني، م. أنا جيت علشان أخدم، كويس؟ وطريقة خدمة المسيح إنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين، يبقى هنا في بذل للنفس في موت. م. وهذا الموت ليس موت، يعني أنا وأنت أو أي حد آخر موجود على هذه الأرض بنقول بنموت، لكن ما بنقولش إن إحنا بنبذل أنفسنا لأجل الآخرين. م. يعني ممكن الواحد يأتي في في حادث يعني 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 زي مثلا احداث اللي حصلت دي ممكن واحد يعني يضع نفسه من اجل اخرين كويس لكن دي بتيجي بالصدفة انا مش بحددها كويس يعني الموقف نفسه هو اللي بيخليني اعمل كده لكن المسيح قال يبذل نفسه فدية فدية وهنا في كلمة فدية نيجي ليها لأنه دي كلمة جوهرية واساسية في فهمنا لعمل المسيح وموته فيبذل نفسه فدية عن كثيرين آية أخرى في لوقا تسعة قائلا أنه ينبغي أن ابن الإنسان كويس يتألم كثيرا يبقى كمية الألام اللي هيتألمها المسيح إيه يعني هو مش بس أنه هو هيجلد تسعة وثلاثين جلدة ولا بس أنه هو هيقف قدام هيرودس ولا هيقف قدام بيلاتوس كويس لكنه يتألم كثيرا شوف بقى كمية الألام اللي تألمها المسيح كويس احنا بنتكلم عن انه المسيح كان في بستان جثيماني وبعدين اتقبض عليه وبعدين عند الفجر خدوه الى المجمع سنهدريم من مجمع السدرهي 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 السدره السدريم <applause> ما اعرفش الكلمه مني ليه كويس مجمع سنهدريم خدوه بعد كده الى بلاتوس آه. بلاتوس بيلاطس عارف انه لا من عندي هيرودس فراح بعته لهيرودس هيرودس عشان يعمل مصالحه مع بيلاطس راح بعته تاني لبيلاطس بيلاطس راح وقف قدام الشعب قال لهم طب انا هجلده وهتركه فبيلاطس جلده الشعب قال لا احنا مش عايزين بس يجلد احنا عايزين يسلم الى الى الموت ويسلم فحكم عليه بالموت فحمل صليبه وخرج الى مكان الجثه وعلق هناك وطبعا الشوك اكليل الشوك والجلد والعطش والتعب وكل اللي مر بيه المسيح والخيانه كل كل دي كل دي الساعات دي, دي يتالم كثيرا كويس وايه يرفض ليه يرفض انه مع ان الشعب ده احنا كنا بنحتفل لحد اللي فات باحد السعف م. كويس او بيسموه احد الشعنين حعين. فده دخول المسيح الانتصاري ولما الجموع مع التلاميذ كلها وقفوا وقالوا وصلنا آه ال وصلنا الاتي باسم الرب مبارك الاتي باسم الرب فالمدينه كلها اهتزت وارتجت بسبب دخول يسوع وشعوب والناس كانت بت, بت استاذنك في مكالمه في مكالمه طيب حضر. انا اسف لا لا معانا تليفون اتصال تليفوني من ابو مهند أخي أبو مهند مساء الخير مساء النور مساء النور تحية محبة للأخوة الأعزاء أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب أهلا بيك وأنت طيب يوم الأحد يوم أحد الناس آه استقبال الرب يسوع المسيح عندما دخل الى اورشليم. قسم منهم يقول وصلنا مبارك الاتي باسم الرب. وقسم رفعوا اغصان الزيتون وسعف النخل. وقسم طرشوا ملابسهم على الطريق. كلهم استقبال للسيد المسيح. ولكن يوم الجمعه اختلف اختلاف الاستقبال بدل بدل ان يقولوا اصلنا مبارك الآتي باسم الرب صرخوا اصلبه اصلبه ايوه ده صح م. انا لي كلمه اريد ان أرسلها اذا كانت صحيحه ام لا يوم الاحد كان بطلع ارضي ولكن عندما صرخوا اصلبه كان مطلب سماوي لانه بالصلب بموت المسيح بالصلب اعطانا الحريه حررنا من ابليس لان هذا هو السر العظيم ان لو كان ابليس يعرف هذا السر لا لا كان غير الشيخ بطريقه ثانيه لانه بالصلب حررنا من الخطيئه ودخلنا الى لك. الامجاد السماويه امين شكرا لك يا ابو مهند كل سنه وحضرتك طيب على مدخلتك م. م. نرجع البيان. يعني هو زي ما قال الاخ ابو مهند ان يوم الحد كانوا بيصرخوا ويقولوا وصلنا وصلنا الاتي باسم الرب ويوم الجمعه اصلبوا اصلبوا وده كان المطلب السماوي انه انه بعلم الله المحتوم يعني المسيح أتى لكي ليتم المكتوب. ليتم المكتوب فهو يتالم كثيرا ويرفض, ويرفض من يرفض الشيوخ. يرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه يعني. ان المسيح رفض من هؤلاء ويقتل يعني مش بس الالم ولا الرفض كويس لكن كمان يقتل وفي اليوم الثالث يقوم نفس الايه نفس اللي بنجدها في متى 16 ايه اخرى يقول الكتاب وحين تمت الأيام لارتفاعه يبقى هو أتى لكي ما يموت ويرتفع. كويس؟ إنه عارف إنه وجوده على الأرض ده فترة مؤقتة، هو أتى لأجل مهمة. من أجل هذا قد أتيت، كويس؟ إنه ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل من خلال موته ومن خلال آلامه ومن خلال قيامته إنه يصنع لنا فداء. فيقول وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. واحد بينطلق نحو النقطة اللي هو أتى من أجلها هي مدينة أورشليم لأنه هناك لابد أن يرفع ويموت نيابة عن هنا البشرية المكان المكان بره. في, في لوقة 13 فقال لهم امضوا وقولوا هنا هيرودس هيرودس كان عايز يشوف المسيح كويس هيرودس كان معروف أنه ثعلب مكار مخادع إنسان دايما بيدور على مصالحه الشخصية فخلي بالك من كلام الرب يسوع لانه في كلام الرب يسوع بيقول لنا حاجه مهمه جدا انه لا توجد قوه على وجه الارض تستطيع ان تغير الجدول الزمني اللي حطه الرب لحياته ولاعماله التي جاء لكي يصنعها هنا على الارض. م. قال لهم ايه؟ روحوا امضوا وقولوا لهذا الثعلب كويس؟ اللي هو هيرودس. ها انا اخرج شياطين انا بشتغل اليوم واشفي اليوم وغدا يعني انا النهارده وبكره هاخرج شياطين وأشفي وأجول وأصنع خيرا وفي اليوم الثالث هأكمل أكمل بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم يعني واخد بالك يعني لو واحد لو واحد من البشر يعني في الموقف دون وهيرودس عارف إن هيرودس إنسان شرير أول ما يجيله حاجة يعني رسالة هيرودس انه ياخد بعضه ويمشي أمم أو, او 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 يروح حتى تاني لا ده بيقول روحوا قولوا هلا ده سعلا بلين لانه مش هو اللي مش مش هو اللي هيحكم عليا بالموت انا اللي جاي للموت انا اللي جاي للموت وانا عارف امتى وفين ومع مين وازاي وكل الاشياء دي مرتبها مترتبه من فوق وقالها بصريح العباره الرب لي سلطان ان اضعها ولي سلطان بالظبط انا اخذها دي دي حقيقه عشان كده لما ندرس التاريخ البشري و و ونحط المسيح كشخص مقارنه بكل البشر الذين عاشوا حتى بالانبياء او غيره نجد انه هناك اختلاف كبير جدا جزد. كبير جدا يعني الرب مثلا هو اللي قال لموسى اطلع على جبل نبو كويس يعني. هناك و و وهناك هت هت هتموت وهناك انا اللي هدفنك والشعب مش هيعرف هيدفنك فين امتى عارف دون؟ في اللحظه اللي هي قبل ما يطلع ربنا قال له كل حاجه انما المسيح بيتكلم من اول ما بدا خدمته من اول ما ولد ان هذا قد وضع لسقوط كثيرين وانه انه حتى بشاره انه المل... انه يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم فهو اتى لاجل هذا كل هذه فهنا بيتكلم عن واحد له السلطان عشان كده دايما لما يجي حتى الاخوه المسلمين انتوا يعني بتعبدوا انسان احنا احنا لولا اللي مكتوب ده ما كناش نعرف ان هو كده يعني اللي مكتوب هو اللي علمنا عنه يعني احنا مش مش احنا اللي اخترقنا او اخترعنا ان المسيح هو الله او ان احنا جعلنا من المسيح اله ده هو اللي قال عن نفسه كده واعماله وحياته وتعليمه وكل ما كان فيه بيؤكد على انه هذا الشخص شخص منفرد وفريد وعجيب ولا يوجد لمثله ابدا نظير على وجه هذه الارض. والدلائل كثيره. والدلائل كثيره طبعا. اما يسوع يقول في يوحنا 13، اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب. هو راجع تاني للاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. يبقى ساعته قد جاءت هناك ساعه هناك تحديد زماني معين. من قبل الاب والابن انه في اللحظه دي هيسلم ويسلم ويموت ويرفع على عود الصليب هي الساعه اللي اتى من اجلها المسيح طبعا دي احنا دي شويه شويه عبارات من اللي قالهم المسيح اللي قالهم بنفسه اه, آه. بتاكد لينا ايه بتاكد لينا ان موت المسيح لم يكن صدف لكن يسوع كان له سلطان على الاحداث بالظبط يعني لما نقرا لما نقرا مجرد بس نقرا اللي قاله عارف لو, لو 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 اللي قالوا لم يتماشى مع اللي حصل كنا نقول زي يعني لا ده امنيات يعني او كان بيخرف سوري في اللفظ عقلنا البسيط حتى من صغرنا واحنا بنتفرج على في الافلام بتاعت يسوع بنشوف ايه؟ بنشوف راجل غلبان مسكين بثياب بسيطه خالص هجموا عليه الرومان وكتفوه وايدوه وخدوه ورموه وطعنوه وضربوه وجلدوه لا يعني ملوش اي اختيار يعني ان هو مم. فعلى طول ذهننا بيروح انه مش هو اللي رايح للموت مم. والالام لا ده الالام اللي جات له آه. دايما مم. بنفهمها عكس شوف المسيح اتى لكي يموت يوم الفسح يوم العيد يوم العيد والحدث ده نفسه ضد قوانين اليهود اليهود اقول لك ازاي؟ متى 26 ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح. بعد يومين. وابن الانسان يسلم ليصلب يبقى امتى يسلم ليصلب؟ بعد يومين؟ حينئذ اذن اجتمع رؤساء هو الكهنه يوم العيد بيتكلم يوم العيد يوم الفصح يوم الفصح بالظبط لهم ان بعد مش يومين. ممكن ابدا إيه لا هو العيد لسه ما جاش كان العيد هيجي بعد بعد يومين بعد يومين وبعد يومين هو هيسلم اه كويس فبيقول لهم ايه بعد كده يقول حين اذن اجتمع رؤساء الكهنه والكتبه يبقى اجتمعوا امتى قبل العيد بيومين وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنه الذي يدعى قيافه وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه يبقى لو قلنا ان المسيح صلى بيوم الجمعه يبقى يوم الاربعاء قبلها بيومين عملوا ايه اجتمعوا الـ الـ وتشاوروا م. وهنا راح لهم مين راح كمان قي لا يهوذا واتفق معاهم آه آه. كويس واتفق معاهم ولكنهم قالوا ليس في العيد يبقى هم القصد بتاعهم اوكي احنا عايزين نقتله عايزين نمسكه عايزين ننهي على حياته بس مش في العيد عشان الشعب علشان ايه لألا لا يكون شغب في الشعب يبقى الكتبة والرؤساء الشعب دول الناس اللي بتقرر ده المجلس الديني ده السنه ده الهيئة الدينية العليا اللي بتقرر والرومان هينفذ الرومان لا يعرف فصح ولا غير فصح هو يعني خدوا ده خدوا ده آه آه فبالتالي المقصود انه المسيح يموت ويقتل لكن الانتنشن بتاعهم مش في العيد بس هو لابد انه يموت فين في العيد اه هم ما يعرفوش انه هو اللي محدد بالظبط يعني هم يعني وده اليهود ما بيقتلوش حد يوم العيد اساسا كمان يعني لما تروح لاعمال 12 كويس ونقرا انه لما لما هيرودس مد ايده الى 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 يعقوب وذبحه آه. كويس قال هقتل بطرس بس ايه كانت ايام عيد فقال مش في العيد بعد العيد كويس فاليهود لا يقتلون احد في العيد الا ان يسوع كان متحكم في اليوم والساعه وعارف انه لابد ان يرفع على صليب يوم العيد ليه لانه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم فالمسيح لابد أن يصلب يوم الفصح كخروف الفصح الذي ينوب عن الإنسان فيحمل خطايانا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم يعني. جميعنا, فعشان كده كل الأمور اتحركت تحت سلطانه تحت سلطانه واتحركت غير الخطة اللي كان رسمها رؤساء الكتبة و... وشيوخ الشعب هم عايزين يموتوه بس مش في العيد كويس لكن هو لابد ان يموت في العيد وعشان كده المسيح رفع يوم الفصح مات يوم العيد شوف قد ايه التحكم في الاحداث سلطان الله وسلطانه على كل الاحداث فهو مش مسكين يعيني حكموا عليه لا ده ليه سلطان ان اضعها وليه سلطان ان اخذها المسيح كان يستطيع كل شيء كان يستطيع المسيح في مرات في مرات لما نقرا في الاناجيل او لما كان يعمل حاجه كده يعني عظيمه يعني مثلا يشبع الجموع او انه يقيم الميت يقول الكتاب انه انه اجتمعوا لكي ينصبوه ملكا كويس وبعدين يقول ايه فاختفى من وسطهم مش ده راح فين ايه ده مش ده لا انا مش جاي عشان كده يعني يستطيع هو هو يعمل كده يستطيع طبعا هناك نظرية أخرى هي النظرية الإسلامية آه ودي طبعا اتهرت آه نقاش وجدال آه اللي هي نظرية الشبه له كويس <applause> لكن مش هدخل فيها في مداخلة تليفونية آه استاذ أدلوقتي. دلوقتي طيب اه الاخ زيتوني معانا اتصال تليفوني الاخ الزيتوني من عزمي مساء الخير اخ زيتوني ومرحبا بك وبالاخ وبعزي جميع المسيحيين الموتى وهؤلاء المجرمون الذين يقولون بانهم مسلمون وفي الحقيقه هم ابعد ما يكون عن الاسلام يا دكتور عزمي. آه طيب اوكي. جميع المسيحيين وكل من معناتها ينتسب الى المسيح. طب هم جابوا منين العقيده دي والفكر ده؟ آه 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 هذا هذا الفكر هو فكر تجرني آه ليس من الاسلام آه آه ولكن الان ليس موضوعي الاسلام آه مين اللي اقنع الاخ اللي راح فجر, فجر نفسه هو اخ زيتوني اخ زيتوني أه مين اللي اقنع الاخ اللي راح فجر نعم نفسه وضيع حياته ان هو بعد لحظات من اللحظه دي هيكون في الجنة والنعيم والخيرات والحريات مين اللي أقنعه بالتعليم ده جابوا مين المنهج ده هذا ما يظنه القاتل القاتل يظن أنه سيذهب بحريات ولكن الدكتور عمي أنا لست معتا في لكي معك في هذا الموضوع طيب. أنا مسلم وأنت طب ايه السؤال يا أخ زيتوني؟ هل أه أه وله في موجب على القتل؟ لا السؤال السؤال ممكن السؤال مرة ثانية معلش أنا دائما أطلب منك ألا تقاطعني ثم تقاتلني دكتور أنا ما سمعتكش أنا بسألك بس إيه السؤال يا أخ زيتوني؟ هم ما أخ زيتوني زي برق برق طيب أنا أناظر المسيحية أوكي أنا اخ زيتون هذه الاسئله انت تقول الان المسيح مات على الصليب واتيت بان أشب في الام كلمه تشب في هذا الام في لم يمت على الصحيح وانا طيب قد ممكن ممكن ارد على حضرتك؟ العبر وأنت طيب وانت يا دكتور عزمي لم تجاوبني لم تجاوبني اوكي قلت بان الانسان اذا دخل لم يغرق ثم لم يغرق واذا كان الانسان في وسط الماء و... ثم هناك في حقيقة. في الأخير لم يغرق اي لم يمت يقول, طيب. يقول يقول اوكي اخ زيتوني أولًا أولًا أنا عايز أقول إنه أنا يعني بحب أتحاور معاك وده شيء يعني جميل إنه حضرتك تتصل ونتحاور مع مع بعض مع إنه يعني دايمًا بيبقى عندك وجهة نظر واحدة في في الموضوع لكن خليني الأول أقول حاجة مهمة أوي الأخ زيتوني أنا أعتقد إنه من ضمن هؤلاء اللي بيقدموا الاسلام اللي انا بتعجبني الكلمه اللي قالها الاخ رشيد الاسلام الكيوت اللي ملهوش وجود اساسا هذا الاسلام الكيوت ملهوش وجود لانه كل تاريخ الاسلام منذ نشاته بقيادته كويس تاريخ دموي فهو سواء النصوص القرانيه او الاحاديث لا يوجد فيها قبول الآخر بل يوجد فيها تكفير الآخر وتجريم الآخر وسفك الدماء وإراقة الدماء والذبح والقتل إلى آخره لأنه دول كلهم في نظرهم كفار حياتهم ليس لها, لها قيمة إنما الإسلام الكيوت ده مش موجود الإسلام الكيوت ده مهما مهما حاول الشخص أن يقدمه هو مش حقيقي لأن الواقع بيقول لي حاجة غير تاني غير كده الواقع والتعليم بتقول لي حاجة غير دي الحاجة الثانية يعني أنا, واحد من الناس مثلا لما أفتح يا أخ زيتوني الفيديو على النت ولاقي الأخ برهامي قاعد في وطنه ووسط شعبه وفي الأمان والسلام ومحدش بيقول له تلت التلاتة كام ولا بتقول إيه ولا بيحاسبه وقاعد بيكفر وبي وبيزدري ازدراء وحتى حقيقي. غير كده انت شيخ الازهر نفسه لم يستطيع ما سمعناش بعدها اي خبر في ادانه هذا الشخص شيخ الازهر تفسر ده بايه شيخ الازهر نفسه لم يستطع ان يكفر داعش ده انا بس بضرب مثلا واحد فقط وانا أنا ده في نفسي في كتير العديد من النماذج دي اللي ليل ونهار بتزدري وبتكفر نفس الاخ زيتوني يقرا كتاب اخونا رشيد داعش والاسلام قد يكون في الكتاب دون اجابه لحاجات كثيرة عنده هو لكن اجي لموضوع موت المسيح مش عايز اطلع بره الموضوع ده لانه ده موضوع حلقتنا النهارده موت المسيح اولا لما يجي القران ويقول ولكن شبه له اولا انت ما عندكش غير عباره واحده في القران خدها مبدا صريح في حياتك من لا يعطي التفاصيل فهو كاذب دايما الكذاب يهرب من التفاصيل ليه؟ لانه التفاصيل هتوقعه. كويس؟ مم... فلما يجي القران بعد موت المسيح ب 600 سنه ويقول لي انه لم يموت المسيح لكن شبه له. طب ازاي؟ طب مين ال... مين اللي عندك الادله؟ ايه الادله اللي عندك؟ ايه الادله التاريخيه؟ ايه الادله ايه شهود العيان اللي عندك؟ بنيت النظريه دي على انهي واحد 2 3 أربعة لا هو ما بيقولكش حاجه. هو بيقول لك ولكن شبه له وانتهى الموضوع يبقى المسيح يبقى المسيح لم ايه لم يمت هو اداني حاجه ومش قادر يخش في التفاصيل ليه لانه لو دخل في التفاصيل هيبان انه كذاب انما لما تيجي للاناجيل الاربعه انت عن شهود عيان بتتكلم اولا عن المكان اتحدد موت المسيح فين الزمان اتحدد مين كان القائد الروماني مين كان الوالي اللي على قيصريه او على فيلبس مين اللي حكم على المسيح بالموت ميراد بيلاتوس قالت ايه الكتبة والشيوخ الشعب قالوا ايه المسيح اتحكم عليه الساعة كام فارق الحياة الساعة كام شالوه من على الصليب وحطوه في قبر مين كل هذه الأدلة بمكان والزمان والناس والأشخاص والوقت والأحداث كلها وشهود العيان بيروح رميها كلها على جنب ويجي هو لا شاهد عيان هو شاهد ما شافش حاجة <applause> بتكلم جد يعني يعني شهاده القران شاهد ينطبق عليها العباره شاهد لم يرى شيء. وبعدين يقول لي ده الصح، مين الصح ازاي؟ صح ازاي؟ لو انا هدرس دراسه تاريخيه يبقى انا ارجع لكل البراهين وادرس كمان القران، قال لي ايه القران عن صلب المسيح؟ ولا حاجه. قال لي ما شبه لا, لا لم يمت، لكن شبه له. بجد؟ هو ده اللي انت جاي تقوله لي؟ لو انا حاكم لو انا قاضي عادل عمري ما هعتد بشهادة القرآن أنا القرآن لا يضع المسيحية في موقف الدفاع عن النفس ده المسيحية والكتاب المقدس بيضع القرآن في موقف الدفاع عن النفس لأن اللي انت بتقوله غير حقيقي وعشان تثبت انه هو حقيقي هات الأدلة بالتفاصيل وتعالى ناقشني فيها لكن هو ما بيجيبش حاجه بيجيلك محرف اه, آه. حاجه بالظبط ما هو لا الذي لا يتفق معاه يبقى انت آه. آه. انت اه لكن انا انا دايما اقول انه الموضوع في خانه اليك ليس كلام مقدس الموضوع في خانه اليك هو الشاهد الذي لم يرى شيء ولم يقدم دليل واحد على ما يقول وهو المطالب انه يثبت لي انه هو صح م. لو هو عايز يثبت انه صح نرجع للكفاره. امم. ضرورة موت المسيح الكفاري على عود الصليب. جميل. كلمنا أولاً عن حقيقة تاريخية موت المسيح، وده طبعاً موضوع فيه في نقاش كتير جداً، يعني ممكن مرة ناخد حلقة عن حتى الأدلة الوثنية، آه الكتاب كتابات الرومان أو الـ الـ المؤرخين الرومان اللي كتبوا عن موت المسيح، ودول لم يكونوا أتباع المسيح، دول كانوا أعداء. للايمان المسيحي لكنهم شهدوا في كتاباتهم عن عن موت المسيح. جميل. لما نيجي بقى لحتميه موت المسيح، هل كان على المسيح ان يموت؟ يعني 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 اوقات كثيره الاخوه المسلمين عاملين مشكله كبيره قوي يعني. ايه حتميه ليه 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 المسيح كان لابد ان يموت؟ ليه ليه المسيح قال ينبغي ها؟ أن ابن الإنسان يسلم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. وليه الله يتجسد ويجي في سورة بالزبط. الإنسان ودي بتقلل منه ويعيش وسط الناس الخاطئين والزناة والقتلة ما كان يبعت نبي حسب بالزبط. استحسانه yeah, yeah. يعمل مهمة والرسالة لأنه 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 فكرة الكفارة م. مش فكرة واضحة عند الأخ المسلم هو إحنا عندنا الكفارة دي دي حقيقة جوهرية في الكتاب المقدس بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أجرة الخطية موت والله لن يقبل أقل من أن يكون إله عادل لأنه صفات الله إن كان الله عادل ومحب صفات الله لا تتعارض مع بعض ومش ممكن أبداً إنه صفة تتغلب على صفة أو إنه صفة تبقى معطلة وصفة أخرى فعالة. ممكن لأنه صفات الله هي صفات هي هي طبيعة الله هي هي اللي بتقول لي مين هو الله فهي موجودة وفعالة ومتساوية وعاملة معا وليست ضد بعض عشان كده لما أجي لنقطة مهمة جدا سبب كفارة الإنسان، سبب كفارة الله للخطيئة الإنسان، أوه. ما هو السبب الحتمي الذي جعل المسيح يموت نيابة عن الإنسان الخاطئ؟ المقدس بيقول لي حاجتين، يقول لي أولاً بر الله وعدله، والحاجة الثانية محبة الله, الله, الله للإنسان، حطهم كده في قدامنا لما أجي عند عدالة وبر الله، عدالة وبر الله، يقول في رمية ثلاثة الذي قدمه الله كفارة، كلمة كفارة يعني إنه غطاء كلمه كفاره ال عارف كان غطاء تابوت العهد في العهد القديم كان هذا الغطاء كانت ترش عليه الدم وكان هناك الكاروبيم الاثنين كاروبيم كانوا موجهين باجنحتهم ناظرين الى الى هذا فهو غطاء اللي بيفصل الانسان عن دينونه الله اللي بيجعل الله ينظر إلى الإنسان مرة ثانية لكنه ينظر إليه ليس على أنه خاطئ بل على أنه دفع ثمن خطيته الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لأظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر الله بار ولا بد أن يظهر بره طب إزاي أعرف أن الله بار إزاي أعرف أن أنت بار عادل مش ان انت تتسيب وتبقى متسيب ازاي اعرف ان القانون ده قانون عادل م. لما يتفا... يتفعل على كل الناس على الكبير وعلى الصغير احنا عندنا قوانين في مصر بس ما عندناش عداله وعشان كده مصر مليانه فساد ومليانه ظلم ومليانه ويعني و... و... مصر بلد ما فيهاش عداله حتى من القضاء الى الى اسفل السلم ليه لانه هناك قانون لكن هناك ما فيش عداله ما فيش بر لكن ازاي اعرف ان القانون ده عادل عندما يتطبق هذه يتطبق هاد القانون على الكبير وعلى الصغير طب الله عادل وقال ان اجره الخطيه موت هل الله يستطيع انه يغير كلامه او الله يستطيع انه يجعل الانسان المخطئ لا يدفع اجره خطيته لا ما ينفعش معلش يعني سؤال برضو طبيعي بتسال يعني طب يا سيدي ادم اخطا ما كانش قادر يروح لله باسف وتوبه ورجوع عن الخطا والله غفور رحيم كويس ويسامحه وما كانش ليها داعي خالص القصه بتاعه التجسد واللي مش قادره تدخل دماغ الناس دي. اوكي ما انت جيت نفس الحقيقه اوكي حتى لو ادم راح قال انا انا غلطت ايه اللي دفعه ادم نتيجه خطيته ناتينج يبقى لما الله قال لادم ان اجره الخطيه موت يبقى الله كان بيضحك يبقى الله كان بي بي بيهزر يبقى فعلا اجره الخطيه مش موت دي حاجه حاجه مهمه جدا حاجة تانية انه انه ادم كان في كل الجنس البشري كان هو ممثل الجنس هو راس الخليق الجنس البشري احنا يمكن عايشين النهارده في مجتمع في الفرديه الفكر الفردي اكثر من الفكر المجتمعي كويس لكن في, في الكتاب المقدس هناك راس كويس هناك اب هناك مبدئ لاسره معينه وكل بالظبط كل اللي فيه فيه يعني حتى النهارده سوري لما اقول ال... يعني اوقات لو ما اجي اطبقها النهارده على بلادنا هو احنا احنا ليه عايشين في مصر تعبانين وبنصارع اقتصاديا وبنصارع اجتماعيا وبنصارع اخلاقيا وعايشين في ارهاب عارف ليه؟ مفيش عداله مش بس كده لانه الراس لم يكن بار حكمونا ناس احنا النهارده بنجني ها نتائج حكمهم هم لم يحكموا الشعب ولم لم يحكموا لصالح الشعب هم هم حكموا لصالح انفسهم لكن لم يفكروا في خير الشعب عشان كده لما بياتي شخص ويملك بالبر الشعب بيسعد بي بي كويس وبيكون في سلام لكن لما ياتي واحد شرير ويملك بالشر في ليه 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 اللي حصل في ليبيا لانه القذافي لم يكن انسانا صالحا ليه اللي حصل في العراق لانه حصاد لم يكن انسانا صالحا ليه اللي حصل في مصر لانه الحكمون في مصر لم يكونوا اناس فعلا بيفكروا لاجل خير وصالح البلد فاحنا بنجني النهارده الالم والتعب والمعاناه وكل الالام دي دي نتائج حكم ناس حكموا مصر الرؤوس كانت غلط فالنتيجة كلها المرض انتشر للجسم كله ليه, ليه النهاردة عندنا التعليم بايز ليه النهاردة عندنا جيل بالكامل أو يمكن جيلين يعني ما فيش منهم أمل إلا أنه الرب يتدخل ويصنع معجزة لأنه الرأس كان فاسد وهذا الفساد وصل إلى كل الجسد فبالتالي لما آدم فسد الفساد بتاعه وصل إلى كل الجنس البشري لم يوجد انسان الا وشوهته الخطيه وأجرة الخطية موت فبالتالي حكم على آدم وكل من يأتي من نسل آدم حكم عليه بالموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس, جميع الناس. طب في نفس الوقت مين اللي يقدر يواجه الموت الله محب بالضبط الله محب الله, الله لا يسر بموت الشرير طب إزاي تتحل المعادلة دي المعادلة دي تتحل إنه لابد إن الإنسان يموت لكن في نفس الوقت لابد إن الإنسان يحيا. إزاي؟ هدي المعادلة، هدي المعادلة اللي مش قادر الأخ المسلم حق. لأنه لأنه هو بالنسبة له طب ما أنا غلطت في الله أروح أحج ولا أروح أصوم ليومين يومين ثلاثة وانتهى الموضوع. هذه نقرة وتل هذه شيء, شيء و أدفع أه. شوية فلوس. بالضبط. يعني وده ده دي أهان الله لو الله كده يبقى دي أهان الله يبقى هذا الإله سوري يعني لا يستحق أن يعبد لا يستحق أن يعبد لأنه مش قدوس لأنه مش بار لأنه بيتهاون مع الخطية لأنه أجرة الخطية موت وهو سايب الإنسان أنه يفعل ما يشاء أنه إنه ينشر فسادا ويعيش فسادا في, في الأرض تيجي بقى كمان فكرة الكفارة مبنية على مفهوم الخطية هل الخطية هي فعل؟ وإذا كان فعل الفعل ده طبيعته إيه؟ في يعني يعني أوقات كثيرة يعني مثلا حتى حتى آآ آآ هقول إيه؟ للأسف إنه الثقافة الإسلامية آآ خلت ال... حتى حتى المسيحيين اللي عايشين في البلاد الاسلاميه او لو لو هم مش بيقروا كتاب ويدرسوا كلمه ربنا بيبقى فكرهم حتى عن الامور المسيحيه فكر اسلامي يعني يعني فكرته عن الخطيه هو فكر اسلامي ما هو ده اتربى فيه وده اللي طلع يفكر باسلوبه فايه الارضيه اللي عنده اللي يفكر بيها كلمه ربنا دي؟ هي دي بقى هي دي اللي لازم... هي دي مش, مش مش مشكله قد ما بشوف ان المشكله الاكبر انه احنا كمسيحيين موجودين في مجتمعات كنا غير مسيحيه اسلاميه بثقافات في المدرسه من صغرنا بنحفظ م. في الكتب الايات والكلام ده كله ده غير طبعا الامثال الشعبيه اللي في الشارع اللي هي ملاش علاقه خالص باي عهد جديد ولا قديم ولا اي حاجه كل ده احنا متربيين عليه وطالعين بيه وبنعيش بيه كما لو كان انجيل موازي اه ما لانجيل و... يسوع المسيح اللي احنا و... ودي كمان خليني اقول انه ده ضعف في الكنيسه للاسف انه الكنيسه المفروض انها واحده من اساسيات الكنيسه هو التعليم تعليم ان الرب يسوع قال علموهم م. علموهم انه انه لما يقبل المسيح علمه تلمسه هي دي النقطه يعني يعني احنا ممكن ناس كثيره بتروح الكنيسه بتروح لمجرد انها تحضر قداس او بتروح انها لمجرد انها او يعني تقضي جو جو روحي او عاده لكن الكنيسه مكان تعليم ولازم المعلمين يكونوا عارفين الكلمه و... ويعلموا الشعب يعني لما تقرا ال... العهد الجديد ورسائل بولس الرسول رسائل بولس الرسول هي تعليم لاهوت لاهوت بيقدم يعني لما لما بولس مثلا يبعت روميا لكنيسه روميا بعت رساله اسمها رساله روميا ده ده تعليم عن البر وعن انجيل الله بعمق يعني اول اول 11 اصحاح مليانين كلهم لاهوت 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 يجي في الاخر يبني عليه السلوك من 12 فانت الكنيسه لابد انها تعلم عشان كده معنى الخطيه لابد ان احنا نفهم معنى الخطيه خطيه في نظر الله في تعريف الكتاب المقدس هي عدم اصابه الهدف انا صنعت شيء او اوجدت شيء لغرض ما لكنه هذا الغرض لم يصاب لم يصاب كويس فالإنسان وجد للشركة مع الله وللعلاقة معه. مع الله لكن أخطأ وضل كويس وعش كده لما يكلم فروميا الإنسان كان ينبغي إنه لما يعرف الله إنه يعبد الله لكنه بدل ما يمجد الله صار يعبد الأشياء بص على نفسه والأشياء صار يعبد الخليقة دون الخالق. مش كده لما تقرأ التاريخ البشري تقرأ أه عباده اوثان شمس أمر نجوم آه كويس انه انه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الخطيه في الكتاب المقدس اولا واخيرا هي موجهه ضد الله يعني حتى لما انا اخطئ في حقك انا اخطات قبل ما اخطئ في حقك اخطات في حق الله ليه لان الله قال لي انه مثلا احبك فانا لما ببغضك يبقى انا اخطات في حق مين؟ كسرت الوصيه الالهيه. صح؟ لما لما مثلا اضر انسان او اشتهي ما يمتلك هذا الانسان كويس؟ يبقى انا در انا انا كسرت الوصيه الالهيه. كسر الوصيه ده بس بيقف عند نقطه كسر الوصيه قالها الله ولا اللي بيتضرر اكتر هو انا؟ ما هو الله بكل مجده وجلاله آه, اه طبعا الله لا يتأثر كويس اه خطيتي طبعا ولا هيتاثر بس يعني بابا بيقول لي ما تحطش ايدك في الكوبس ده عشان فيه كهربا وانا صغير وما سمعتش الكلام ورحت حطيت ايدي بابا جرى له حاجه لا ما جرى حاجه مين اللي آه مع طبعا الخطيه اكبر كمان من آه. فكره ال... هو الفكره يعني. الانسان هو اللي بي... هو اه لكن في نفس الوقت الخطيه موجهه ضد اكيد آه 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 اكيد يعني يعني لو انا لو انا لو انا عايش في بلد تحترم القوانين انا يوم ما باكسر قانون ها انا مش بس باخد مخالفه يعني م. انت لما بتكسر قانون المرور م. مش بس بتاخد مخالفه انت تعديت على القانون واضحه الفكره القانون اللي حطه البلد ايوه فتعديت على البلد م. يعني يعني هناك فبمقدار ما يكون الشخص عظيم فبمقدار ما تكون الخطيه اهانه لهذا الشخص اعظم. اكيد. كويس؟ عشان كده الخطيه في الكتاب المقدس مش بس هي عدم اصابه الهدف، خطية في الكتاب المقدس هي التعدي تتعدى ترانسجريشنز انه انه الترانسجريشنز او التعدي هي ان تفعل الخطيه متعمدا. متعمدا. الخطية هي عدم الايمان ان انت ايضا إنسان بيرفض الله ولا يقبل الله ابعد عنا وبمعرفه طرقك لا الخطية زي ما قلت هي عدم اصابه الهدف فهذه المعاني الخطية كلها م. خليني افهم انه اجره الخطية موت. وعش كده لان اجره الخطية موت انا محتاج الى من ينقذني من هذا الموت. ده وده اللي عمله المسيح. تأثير الخطية على الإنسان كمان زي ما أنت بتقول تأثير مميت، ليه؟ أول حاجة الإحساس بالذنب. You became guilty قدام ربنا. يعني تحس إن أنت مذنب قدام الله. أخطأت. هناك عقاب للخطية موت. هناك كمان الفساد الطبيعة. الفساد الطبيعة الخطيئة. مش بس إن أنت مذنب ولا إن أنت مستحق الموت، لكن كمان الخطية في الكتاب المقدس مش هي الفعل. على قد ما بتوصف الكتاب المقدس على انها سيد قاسي بيستعبد الانسان ويخضعه تحكم له فيه. ويتحكم فيه فبالتالي انا بقع تحت سيد قاسي يستعبدني لفعل ما هو ضد الله كويس ده ده, ده الخطيه طيب انا عارف انه عندنا ترنيمه صح يعني <applause> <applause> انت انت مجهز لنا ترنيمه انا, أنا عارف هنرنم الترنيمه اوكي ما تقلقش يا لابد انك تفكرني الموضوع حلو صدقني طيب آه كان اخر سؤال في دقيقه وبعدين ناخد الترنيمه وبعدين ناخد الترنيمه, الترنيمة. سؤال مهم قوي 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 لو سلمنا لموت الرب يسوع المسيح في الجسد و قبره وقيامته وانتصاره م. على الموت واشهرهم ظفارا جاهرا بهم في الصليب م. واعلن النصره وادانا النصره والغلبه م. م. طيب ليه لحد النهارده الخطيه هي اللي بتسود على العالم وفكر العالم ومشاعر البشر والقتل والدم والذبح فين تاثير ده جميل. على البشر؟ في, في البشر في في آية هجاوب بيها السؤال أنا ده. عارف الموضوع السؤال أنا عارف. ده كبير يعني بس, بس في سؤال. آية في آية هجاوب بيها الع... السؤال ده الآية بتقول إيه والنور يضيء في الظلمة والظلمة لن تدركه لم تدركه بعدين يقول لنا إنه وأحب الناس الظلمة أكثر من النور أكثر من النور هناك النور موجود مم. الطبيب موجود بس للاسف الانسان مش بيروح للطبيب لانه احب الظلم اكثر من النور م. وده اللي بيعمله الروح القدس انه يكشف للانسان احتياجه فيروح للنور م. ويحب النور وينال الشفاء من يسوع المسيح الاله الملك امين م. هنكمل ناخد الترنيمه بنديهاش واعجاب باجلال وخشوع نصر عجيب انت ايها الرب يسوع بنديهاش واعجاب يسوغ ذات شوق <applause> أنت أيها الرب يسوع باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع اتدعى هذا العظيم ليرفع المتضعين قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين اتضع هذا العظيم ليرفع المتدعين قبل ان يربط ويقيد ليفك المقيدين الايدي التي صورت ادم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشويها الوجه البديع الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشويها الوجه البديع "علق من سبت الأرض لأقدام الإنسان ، وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان، علق من سبت الأرض لأقدام الإنسان ، وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان" نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع باندهاش وإعجاب بإجلال وخشوع